السلام عليكم. الساعة 5 الصبح، صحيت بدري النهاردة شوية كمان أكتر عشان لقيتنا بقالي كام يوم تهيت أنام متأخر واحدة واحدة، وفي تحس إن أنا داخل في السايكل مش كويس، إن أنا كل ما أنام أخت متأخر يوم أصحى متأخر يوم اللي بعديه. فالنهاردة أجبرت نفسي أصحى الساعة 4 بدري شوية، بس كده عن النهاردة بالليل إن شاء الله أنام بدري وأنام كويس. معانا أول وجبة زي كل يوم، رز 500 جرام، رز 5 بيضات، طماطم، وبحط عليها صويا صوص وساسمي اويل، ساسمي اويل على فلفل كده يعني. واكلت كورن فليكس قبليها عشان كنت جعان قوي، صحيت جعان جدا بطريقه مش طبيعيه. وعايز برضو دلوقتي، عايز النهارده اوريكم وزني. فقبل ما اكل ده تعالوا نشوف وزني كام. شوف كده على الصبح، دخلت 110 كده. حلو أوي، حلو أوي، دخلنا في 110، فاضلنا 10 كيلو يا جماعة، 10 كيلو نوصل. بنجهز دلوقتي، بنجهز دلوقتي وجبات الشغل. فالرز عملته وهنوزنه بقى عشان نشوف. دي هتكون وجبة قبل التمرين بالظبط، ناكلها في الشغل صح ده؟ يبقى لا، ما بحب انا ما اعملش كده. قلت ايوه، كيف في طريقه اسهل ان انا اعمل الموضوع ده؟ المفروض يكون حوالي 700 جرام انجاز كده. طب النهارده واخد راحتي، عملت عملت حاجه النهارده يا جماعه هقولها لكم لذيذه. ثانية واحدة، أقل شوية من الخيال. عامة 570 جرام غريبة، مع إني حاطط كوبايتين زي اللي عايز، بس مش مشكلة. تمام كده 580 جرام رز، كنت عايز أكتر شوية بس مش مشكلة، ممكن نعوضها ب هنعوضها بساندوتش زيادة فول صينية مربى، بدل ما ناكل 800 جرام رز خليها 600 جرام رز وساندوتش زيادة فول صينية مربى، مش مشكلة. عملت مختلف النهارده بقى، والصراحه يا جماعه حاسس ان انا صحي احسن بكتير، فايق وكل حاجه حلوه. قمت زي ما انا كل يوم الساعه 4 قلت لكم الصبح، وصليت الفجر وعملت كل حاجه وفطرت اول وجبه، بعد كده دخلت نمت تاني وعملت المواعين، دخلت كام حاجه، جهزت كل حاجه عشان لما اصحى تاني يكون كل حاجه جاهزه. بعد كده دخلت نمت تاني، نمت 3 ساعات، فكده نايم 4 ساعات مثلا، بعد كده 3 ساعات، 7 ساعات توتل، وصحي فايق جدا وكل حاجه جاهزه، ومحتاج اكل مره واحده بس، هاكل هو الشوفان هعمله دلوقتي. فالموضوع سهل. فدلوقتي هنعمله تاني برضو ايه، لغايه اما الرز سايبه يبرد عشان محتاج احطه في مع الفراخ، نحط الشوفان كده. زي الفل يا دوبك. اهو مع اني نايم متاخر امبارح، نمت امبارح الساعه، انا بنام الساعة 9، بنام الساعة 11 مثلا، وبرضه زي الفل. مع ان عشان الساعة 2 بدأ، عشان اللي عايز، انا مستحيل ان انا بحب اصحى اصلي الفجر، لازم اصحى اصلي الفجر، ولكن اللي حاسس ان مستحيل انا واحد ان انا اكون نايم امبارح الساعة 11 مثلا، واقوم الساعة 4 واكمل يومي وعندي شغل واروح اتمرن، مش عارف. فاخدت قرار، اظن القرار الاذكى من الميه، ان انا على الاقل يعني اخد نومي كله مستعملها بطريقه برضه تنفعني. والنهارده بخلص شغل الساعه 6:30، فمش كارثه، ممكن نروح اتمرن بعديها تمرين بنش حلوه كده، مش مشكله خالص. املى ميه دن، حلو قوي، كل حاجه الحمد لله ماشيه جميل. تمام، تحط الخلاط شغله، نشرب الشوفان واشوفكم، وانا ممكن اشوفكم انا بشربه، وممكن اشوفكم انا نازل الشغل وانا بجهز بقيه الاكل. هقول لكم بسرعه كده اللي بعمله دلوقتي. اول حاجه بعملها بشرب الشوفان وانا بعمل الحاجات دي كلها. بجهز هدوم التمرين، بجهز الشنطه اللي هاخدها معايا الشغل، بحط فيها هدوم التمرين اللي هو هاخدها بعد الشغل. بجهز الوجبات بتاعتي واحطها في الشنطه. دلوقتي ناقصني بس اللي اعمل الفول السوداني،
وبلم البيت برضو شويه قبل ما انزل، عشان انا بروح بالليل بكون خلصت شغل وتمرين، وانا من النوع اللي بحب يدخل على بيت يعني لحد ما متوضب ونضيف. فبحاول على قد ما اقدر ان انا لما اروح بالليل ما يكونش حاجات كتير احتاج اعملها، بلم البيت كده ان انا اروح بالليل بيت نضيف، محتاج بس اقعد ادخل انام، فاهمين؟ فبس ده اللي بعمله دلوقتي، هخلص الشوفان وهجهز الوجبات وهتجه على الشغل. اظن هشوفكم بقى المره الجايه في اول وجبه انا في الشغل. جهزنا كل وجباتنا واكلنا وجبتين اللي هو البيض والرز والشوفان، خدنا الفيتامينات، ظبطين كل حاجه في شنطه الشغل، الحمد لله كل حاجه تمام. ناقص دلوقتي بس ايه، نروح الشغل، خلص يوم الشغل. وبعد كده متحمس جدا على تمرينة البنش النهارده. دلوقتي ميعاد البريك بتاعنا مع السندوتشات والمونستر، نطلع نقعد بره كده في الجو اللذيذ ده شويه، مفيش شمس ممكن نقعد هنا عامة، بس اقعد استمتع بالسندوتشات بتاعتي واشتغل على الفيديوهات اللي هنزلها النهارده، وبعد كده راح اصلي الظهر. بس تأخرنا شوية في الشغل، كان محتاجين دي اعمل كام حاجة زيادة، بس دلوقتي جه وقت التمرين الساعة 7، ومتأخر شوية عشان انا احبه، ولكن فارق معايا لسه برضه متحمس، يعني متحمس جدا على التمرين دي. والنهاردة هشيل الخمسينات، هقفل الدنابل خلاص، النهاردة حاططها في دماغي، النهاردة هنقفل الدنابل. تمرينة البنش عارفينها، مفيش حاجة هتختلف، الأوزان بس هتطلع إن شاء الله. خدنا البري ورك اوت مع حزامي مع شنطتي، محتاج اروح بس اغير في التمرين في الجيم وندخل على البنش. للأسف ما جبناش 8، بس جبنا 50، مجموعتين في 6، فمبسوط. الأسبوع الجاي هجيب 8، متأكد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي 8 هتطلع، 50 كيلو 8 عدات هيطلع، وكل أسبوع هنظبط الفورم وهنزود العدات. بعد ما عملت التخيل عملت مجموعتين بال24 برضو بالراحة خالص على الإنكلاين، فحسيت كل أسبوع الإنكلاين مش بعملها حاجة بطيئة ويجي على ال 100 ساعات، فعملت مجموعتين بالدمبل برضو بالراحة بس 24 كيلو. هننزل دلوقتي بقى الأنجل الواحدة هتكون مش فلات، بس مش هنكلاين، اللي هي في النص 15 مثلا 15 ديجري، وهنلعب. لازم أدخل أبص الأسبوع اللي فات عملنا بكام كيلو،
بس اظن 44 او 46 الاسبوع ده، اظن 44 هتاكد والعب بيها. مبسوط قوي الحمد لله. خلصنا التمرين، ما قدرتش اتكلم معاكم كتير في نص التمرينه عشان تليفوني هيفصل دلوقتي حالا، فبالعافية حتى دلوقتي عارف اتكلم معاكم، اتكلم معاكم بروح، بس عايز دلوقتي اوريك بس الفورمة عشان كده البار ابتدت، كده البار كرش، معرفش شايفينه ولا لا، بس منظر اللي هو المليان ده ابتدى يرجع حلو.
نعم، مبسوط جدا، مبسوط أوي، الحمد لله. تمام كده، روحنا تمرينة جميلة، يوم جميل الحمد لله، من أوله لآخره صورته. الحمد لله دلوقتي بس التليفون بيشحن، والصراحة محتاج أعملها بسرعة عشان محتاج أنام، عشان دلوقتي الساعة 9:30 وعندي بكرة شغل الساعة 9، لازم أعملها كلها تاني. هاكل الكوكو بوبس، كمان هاكل الكوكو بوبس بتاعتي. بعد كده محتاج اعمل شويه غسيل واستحمى وانام. بس هو هي كوكو بوبس بعد التمرين زي ما احنا عارفين 200 جرام، وكده كده شربت البروتين، اظن حطيت البتاع هناك، بس هو شربت البروتين بتاعي، وكده نقفل الليل على كده. متشكر جدا اتفرجتوا، اتمنى تكون عجبتكم الحلقه دي. السلام عليكم.